طبعا بعد ما تمرنتوا كثير على هذه الاغاني وتجاوزتوا فيها هذه المرحله، اكيد صار عندكم ذكرى ما حتنسوها ابدا الاغاني اللي اديتوها اليوم، صح ولا لا؟ طبعا. خلونا نسالكم ايش الاغاني اللي فيها ذكرى ممكن تذكركم شيء من الطفوله، مو شرط الطفوله ترى، اي ذكرى. انا عندي اغنيه ليها قصه غريبه معايا شوي. اول اغنيه غنيتها في حياتي قدام ناس كانت الاستاذ عاصي الحلاني، كانت صغير الدنيا. لدرجه ان انا والله كل ما بدخل استوديو، كل ما بغني قدام اي مايك، انا بفتكر الاغنيه دي بكل تفاصيلها. فالاغنيه على فكرة الغنوه دي الحاني انا. واو فعلا. أي. ممكن تسمعونا حتى منها؟ سمعنا حتى منها، ذكرنا فيها. صغير الدنيا كنا بعمر الولداني، صغير الدنيا غبتي وغبنا كم سنين، شو قلتي حبينا حبينا زمان، عمر انقضى وكان اللي كان صغير الدنيا. الله يا عافي كبير الدنيا بصوتكم الحلو. يعني انا شعر جسمي وقف. عاصي اكيد عندك انت اغنيه كمان ذكرك بذكرى معينه. اذا بدك كنت بعد يمكن عمري شيء 16 سنه او 17 سنه، كنت حب بنت وتعرفت عليها وكنت بدي اشوفها تاني يوم، بتعرف في ايام المراهقه، وكنت خايف من تاني يوم. وشو ركب براسي على الموضوع؟ غنيت ام كلثوم اغدا القاك، يا خوف فؤادي من غدي، يا لشوقي واحتراقي بانتظار الموعد. الله. والشيء الثاني اللي علق له ذكريات كتير كبيرة بقلبي، أنا كنت حب الضيعة كتير، فكنت دايما لما أكون مشتاق اسمع غنية وديع الصافي الله يرحمه. غابت الشمس وبردت النسمات ولبست قميص الليل ضيعتنا، وحط الفلك عجبالنا شالت، وباتوا الطيور بسن ديانتنا، والندي سقسق على الوردات الفتحوا بحيطان حارتنا. أنا ابني بلش بده يغني، قلت له وليد بدك تغني؟ قال لي ايه. قلت له روح حط هيدفون براسك، حط وديع الصافي الله يرحمه واسمع وديع الصافي. قد ما مشبع بالمقامات وقد ما بكل غنيه في 20 اغنيه.